بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بشرح المحاضرة الأولى من السيشن الثامن اللي راح نحكي بيها عن الديث، وبعد راح تبقى عندنا محاضرة ثانية بهذا السيشن عن السكشوال ديسفانكشن، كذلك إن شاء الله نشرحها. الديث اللي هو الموت، إنه إحنا من نجي سأول شيء عندنا أول موضوع راح نجي إنه إذا عندنا شخص صار عنده تيرمينال إلنس، يعني شنو؟ يعني شخص وصل لمرحلة مثلا عنده كانسر كلش خطر، وهذا الكانسر مسوي ميتاستاسيس ومنتشر بكل الجسم، وخلص بعد ماكو امل، اكيد راح يموت هذا. فراح نجي ونقول للمريض هذا الشيء، لازم نخبره، يعني لازم نقول له انه خلص انت وصلت لمرحله التيرمينال النس، انه المرض النهائي اللي وراه لازم انت تموت، يعني اوكي انه احتماليه موتك صارت كلش عاليه. فهو شنو رده فعله؟ شلون راح يسوي كوبينج؟ شلون راح يقاوم هذا الشيء؟ او شلون الرياكشن مالته راح يكون؟ اول شيء ممكن يدخل بصدمه، اوكي شوك، ممكن يخاف فير، ممكن انجر يعني يكون غاضب، ممكن يعني ريسنتمنت يعني يظهر شعور استياء، اوكي استياء، او دينايل يعني شلون يعني ينكر هذا الشيء، انه يقول للدكتور لا انت شنو حكي غلط ومستحيل انا ما اموت وانا ما بي شيء وانا صحتي زينه وانت كذاب، وهيك يعني ما مقتنع، ينكر هذا الشيء، ينكر انه هو راح يموت او يعني حالته صارت كلش خطره، لان هو الموت بيد الله طبعا. تمام، والهيلبلسنس يعني انه يوصل ممكن مرحله عجز، تمام، انه يعجز بعد خلص، او سادنس يعني كلش يسيطر عليه الحزن. وكذلك عندنا الفروستريشن اللي هو الاحباط، ممكن يصير يعني بفتره يصير بها محبط هو بسبب هذا الخبر، تمام، او ريليف انه يقول يلا ارتاحيت احسن خلي اموت، انا تعبت وعانيت خلي اموت واخلص، تمام، او يعني يوافق على هذا الشيء، يوافق الطبيب واوكي يتقبل بدون لا يظهر اي شيء، اوكي يعني وافق وخلص، اوكي يعني يتقبل الواقع اللي هو الاكسبتنس، اكسبتنس اوكي، او اكسبتنس 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 اوكي. لهنا هاي ردود الفعل اللي ممكن تصير اذا قلنا للدكتور اوكي، او الدكتور قال للمريض انه انت وصلت حاله خطره وممكن كلش يعني تموت، اوكي لهنا واضحه ذني. عندنا شنو؟ عندنا diversity of dying، يعني شنو؟ يعني شنو الاختلافات اللي تصير بالموت؟ يعني شنو انواع الموت؟ ممكن يجي سؤال او يمكن اتوقع اجى بالمد هذا، انه شنو انواع الموت؟ عندنا gradual death، انه يعني موت تدريجي progressive، شوي شوي يتطور بحيث يعني يكبر بالعمر، مرض فوق مرض، مرض فوق مرض، راسا مات، تيسمونه موت الله، يعني انه ماكو سبب خلاه يموت غير انه هو حالته تعبت، اوكي؟ وصحت ظلت تدهور شوي شوي بشكل تدريجي فمات، اوكي. وعندنا الكاتاستروفيك ديث اللي هو يعني الموت المفاجئ sudden death، او الموت غير المتوقع unexpected event، يعني احداث غير متوقعه راسا ومات، اوكي. وكذلك عندنا النوع الثالث اللي هو البريماتشور ديث، اللي هو يقصد بيه اليانج ايج، يعني بعدهم ناس شباب ويتوفون، تمام. فهاي انواع الموت الثلاثه اللي هنا، تمام، هاي كلش مهمات، يعني يا ريت تحفظوهن، يعني ثلاثه منهم ذني حفظوا فد اربعه منهم على الاقل، يعني شوك فير سهلات، ترى كلهن سهلات انه ما بيهن شيء، تمام، بس يعني ما كنت قاعد تحفظون كلهن لهنا، تمام. زين، عندنا موديل يسمونه الجريف موديل، يعني موديل مال يعني الحزن، حزن اوكي، انه مثلا جينا انطينا الشخص خبر محزن راح يصير عنده اربع مراحل او خمس مراحل للحزن، فيسال شنو الستيجز مالت هذا الموديل، شنو الستيج مالته، شنو المراحل، مسوي بنيمونيك هذا اللي هو دي اي بي دي اي. عموما نجي نشوف الستيجات، هنا خمسه، اول وحده دينايل، انه ينكر هذا الخبر، اجيت وقلت له خبر محزن راسا راح ينكره، النوب راح يغضب يكون انجر، النوب يعني شلون يبقى عنده امل يسموها bargaining، اللي انه يعني يصير عنده شلون يعني يبقى عنده امل بحيث يروح يتوسل الله، يروح للمساجد بكثره، اوكي يدعي هواي، انه يعني يبقى عنده امل انه هو لا راح يظل عايش ما راح يموت، تمام، او الخبر هذا اللي المحزن يمكن كذب هو، فيظل يعني عنده امل بالحياه، تمام. نوب وراه يدخل بفتره شنو ديبرشن، اوكي احباط وكذا، النوب يوافق بالوضع اكسبتنس، زين يوافق ويتقبل الواقع يعني ويعني يقتنع انه هو خلاص راح يموت، في يعني نقدر نقول يهدأ ويستقر، زين. فهاي الخمس مراحل لازم نحفظها، يعني كلش مهمات، اللي هنا الستيج مالت منو مالت الجريف مودول، اللي هنا تمام ما عندنا شيء. زين، عملية الحزن نفسها الجريفينج
شلون تصير البروسس كعمليه، شلون تصير؟ هسه عرفنا مراحلها اوكي. هو هنا يعني السؤال مو كلش له داعي، يعني انا يعني اوضح الفكره كامله، بس يعني هنا يقول انه العمليه مال الحزن شلون تصير؟ تصير بانه اول شيء disbelief and shock in early stage، يعني بالمراحل المتقدمه راح شو يصير؟ انه disbelief and shock يعني يدخل بصدمه وما يصدق الواقع بالمراحل المتقدمه من الحزن، ما مصدق بعده اوكي، وداخل شنو؟ بصدمه زين شوك. وراها يبدي يزيد الوعي مالته بخصوص الموضوع developing awareness، انه خلاص يعني يقتنع اوكي، يعني يبدي يقتنع شويه شويه انه اللي صار صار، بعد خلص شرد اسوي انا اوكي، راح اموت اتقبل، بس شنو بعده؟ مو كلش. الاخر شيء راح يصير عنده resolution، يقتنع 100% ويتقبل. فيعني اول شيء انه disbelief and shock بالearly stage، يعني بالمراحل المتقدمه ما راح يكون مقتنع، ما راح يكون مصدق، وراح يكون داخل بصدمه. بالديفلوبينج اورنس انه راح شوي شوي يزيد الوعي مالته بخصوص الفكره اوكي، اللي هي فكره انه هو راح يموت. ليش؟ لان عنده مرض كلش قوي. انه وراها راح يصير عنده resolution، انه يعني شلون الاكسبتنس زين، نفس الشيء انه يعني خلاص يقتنع ويوافق، resolution يعني تنحل المشكله، انه هو يعني يتقبل وبعد يروح الحزن، يعني يصير ريزوليوشن للجريف. يعني مو كان اذا عندنا جرح اوكي فممكن نسوي ريجنريشن ونصلح هذا الجرح اوكي، انجري او ما شابه، فسميناها ريزوليوشن للجرح. جرح يعني مثلا ايده مكسوسه راح يصير ريزوليوشن وتصلح ايده. هسه هو حزين فكذلك راح يروح حزنه ويصير له ريزوليوشن، يعني اوكي يعني ازاله الحزن نسميها ريزوليوشن، يعني اصلاح المشكله، انه هو كان حزين راح يروح الحزن لهنا تمام. يقول انه وات ذا كلينيكال بيكتشر اوف كرونيك جريف، يعني شنو الناس اللي عندهم كرونيك جريف، انه يعني حزن مستمر، فشنو راح يكون شكلهم السريري؟ شنو اعراضهم؟ يعني شنو اعراضهم اللي راح تصير عندهم؟ اعراضهم راح تصير انه فيزيكال جسميا ايش راح يصير عندهم؟ اس او بي اللي هي شورتنس اوف بريث اوكي، وراح يصير عندهم بالبيتيشن، بالبيتيشن يعني خفقان بالقلب زين بالهارت، وراح تقل عندهم المناعه، وكذلك يعني راح تقل عندهم طبعا المناعه يعني ريديوس اميون فانكشن، وكذلك فتيج يعني اعياء اوكي، اعياء. هاي كلها راح تصير من ناحيه الفيزيكال، من ناحيه الجسم. يعني بالبيهيفيرال يعني انه السلوك اوكي، ايزو نوميا اوكي، وارتابيليتي وكراينج وسوشيال وذدرول، يعني يبدي انه وضع يكون متهيج ومعصب ويبكي، وسوشيال وذدرول يعني شنو؟ يعني ينسحب ويبتعد عن مجتمعه، يظل ما يقعد ويلتقي بالناس. ليش؟ لان هو حزين فسلوكه راح يتغير، فراح تظهر عنده هاي الاعراض اوكي، ارق اوكي، ايزومنيا اللي هي الارق والتهيج او يعني التشنج او يعني شد ذهني، ولا يعني معصب يكون تمام، وكراينج يعني يظل يبكي، وسوشيال وذدرول يعني يبتعد او ينسحب عن مجتمعه، يعوف مجتمعه زين. ايموشنال ايش راح يصير بعواطفه؟ راح يصير يدخل بدبرشن وانكزايتي قلق، ويكون معصب تمام، وكذلك يحب الوحده اوكي، يعني يكون وحيد دائما. وهاي نفس تقريبا يعني سلوكه نشوف الشغلات اللي تخص البيهيفير انعكست على العواطف مالته، او العكس صحيح، انه عواطف جاي نشوف اكو تشابه، يعني الارق والانكزايتي وهالسوالف والغضب والوحده خلته ينسحب من مجتمعه، وخلته يقعد يبكي، وخلته يعني انه الايموشنال اثر على البيهيفيرال، يعني هيج الفكره حتى يعني تساعدكم بحفظها اوكي. يعني التاثيرات اللي تخص العاطفه اثرت على السلوك، بحيث انه هو مو حزين وكذا وغاضب وظلت تطلع عنده هيج سوالف، انه يبتعد عن المجتمع ويكون وحيد ويظل يبكي ويكون متعصب ومتشنج زين. بالنسبه للكوجنيتيف يعني المستوى الادراك مالته، راح يفقد شوي من ذاكرته لاك ميموري، وكذلك الكونسنتريشن يعني التركيز مالته يكون ما مركز وياك، وكذلك يشعر باليأس الهوبلسنس، يفقد شغفه بالحياة، وراح يصير عنده هلوسينيشنز يعني هوس سمعي، عفوا بصري وسمعي، يعني يظل يتخيل ويشوف اشياء ما موجودة، ويسمع اصواته على الرغم انه ماكو شيء هو اصلا، فيعني هوس تمام، هلوسينيشنز بالنسبة للسمع، وبالنسبة للرؤية فيجوال اند اديتوري هلوسينيشن. فلهنا تمام عرفنا كل جانب وشنو التأثيرات اللي راح تصير عليه بسبب الكرونيك
جريف اللي هو الحزن المستمر. زين، بالنسبة للريسك فاكتور، انه شنو الاشياء اللي ممكن تسبب عندك وتصير عندك كرونيك جريف؟ يعني ليش يصير عندك كرونيك جريف؟ ليش صار عندك حزن مستمر؟ شنو الاسباب اللي تزيد احتمالية اصابتك بالحزن الشديد؟ اول شيء اذا انت عندك حرمان سابق، يعني صاير عندك انه فاقد شخص سابقا وعانيت من الحرمان، فصار عندك mental health disorder. يعني شنو؟ يعني خلل بالصحة العقلية مالتك. اوكي، يعني صح، يعني يمكن مو بهذا المعنى اللي جاي نقول، يعني مو كلش يعني انه مخبل صرت، لا، بس اقصد انه عانيت لان شنو؟ يعني صارت عندك مشاكل نفسيه. ليش؟ لان فقدت شخص سابقا، وهسه جاك واحد ثاني فقدته، فراح تطب بحاله يعني كلش مو تمام. او انت فاقد شخص سابقا وهسه قالوا لك انت راح تموت، فكلش راح تصير انه يصير عندك كرونيك جريف. زين، وكذلك نوع الفقد، يعني مثلا اذا واحد فقد له شخص، تمام، ممكن يدخل بحزن شديد. زين، هذا الشخص فقده، هل هو شخص، يعني حسب نوع الفقد، هل فقد له شخص بعد يونغ شاب، اوكي، وطريقة الفقد، يعني النيتشر اوف ديث، طريقة الموت، هل هو مات انه موت الله نحس ما قلنا، او سدن مثلا بحادث، او احترق ومات، او يعني موت بشع، موت يعني، او انقتل طلقتايها او ما شابه، اوكي. فيعني هذا كله يأثر على الحزن. زين، انه كل ما تصير طريقة الموت بشعة وهيك راح تتأثر اكثر. زين، وكذلك الكيرينج ستيتس او ستيتس، يعني انه حالته او قربه منك، يعني هل هو قريب عليك كلش؟ لو حالتكم يعني مثلا علاقتكم مو كلش قوية، اكيد اذا هو كلش يعني قريب عليك وراح يتصار بي ومات، رأسا انت راح تتأثر وتدخل بكرونيك جريف. بس اذا هو علاقتكم مو كلش، فمو كلش راح تضوج، انت تاخذ لك فترة وما صار عندك هيج، ما صار عندك كرونيك جريف، ما راح يصير عندك حزن مستمر. وكذلك فقدان السبورت، السوشيال سبورت، يعني ما حد يدعمك من اهلك او من اقاربك، يعني شوي يخفف عليك، او من اصدقائك يخفف عليك حزنك. اذا اكو احد يخفف عليك حزنك فالامور تمام، بس اذا ماكو lack of social support راح يصير عندك ستريس. منين ستريس؟ من مثلا عندك مشاكل ثانيه، اوكي، عندك مشاكل ثانيه او مصايب ثانيه غير هاي مصيبه الفقد، اللي انت فقدت شخص غالي عليك، فراح شنو؟ راح يصير عندك كرونيك جريف. فهسه يا اما انه انت عندك مشاكل حرمان سابقا، انه فاقد شخص سابقا، اوكي، وهسه فقدت واحد ثاني، او نوع الفقدان، تمام، انه هل هو شخص شاب بعده، يونغ بيرسون، لو طريقه كذلك طريقه الديث، اوكي، طريقه الموت، وقلنا هل هو قريب عليك لو مو كلش قريب، واذا انت اكو حي يدعمك، واذا عندك مصائب ثانيه. هذني كل ممكن يؤدن الى انه شنو؟ يؤدن الى انه يصير عندك كرونيك جريف. مثلا اذا ما عندك احد يدعمك من اهلك، راح تعاني وشنو؟ يصير عندك حزن مستمر لا قدر الله. زين، تمام، هسه نجي لل عندنا ما بقى شيء، راح تخلص المحاضره ان شاء الله، انه اذا نريد نسوي كوبينج للجريف رياكشنز. يعني شنو؟ يعني اليوم انا طيت خبر محزن لشخص معين، فارد احمي نفسي من ردة الفعل مالت الحزن. شلون؟ انه اول شيء لازم اخلي ببالي انه انا اهم شيء انا، لازم انا احمي نفسي، اوكي، need to protect yourself، لازم تحمي نفسك، اوكي. وهم لازم شنو من المهم؟ انه ما تفقد الامباثي مالتك، يعني مو انت معناها تكون يعني ناشف ويا المقابل وما يعني تهون عليه ولا تتعاطف وياه، يعني يكون ما تفقد التعاطف مالتك ويا الشخص المقابل. يعني مثلا اليوم تريد تجي تقول للشخص انه انت راح تموت لان حالتك صعبه، مو معناها تطقها له هيك بالوجه وتدمره وتروح، حتى بس شنو؟ بس حتى تحافظ على نفسك، لا، لازم شويه ما تفقد صفه التعاطف اللي عندك، تكون يعني تبقى متعاطف وياه وتوصل له الفكره بشكل مرتب، حتى لا انت تتضرر ولا هو خطي المريض يتضرر. وانه الموت مو دائما يكون ديفيت، يعني مو دائما يكون خساره بالمعنى الحرفي، انه انت يمكن يعني توضح له انه ممكن انت ترتاح يعني اذا متت، تمام، لان انت بوضعك صعب وهيك من تموت ممكن ترتاح. وكذلك انه يعني شلون الواحد يفضفض يم اهله عن هذا الفقد، تمام، حتى يقل الحزن، يعني يم الريليتيف، يم الاقارب، او نحكي عن يعني ويا نحكي لاصدقائنا او زملائنا او عائلتنا، تمام، حتى شنو؟ حتى شوي نخفف من هذا الحزن اللي بداخلنا. فيعني هاي اشياء نسويهن حتى شوي نقاوم هذا الحزن اللي ممكن يواجهنا. زين، لهنا تمام.
عندنا كذلك الباليتيف كير. اوكي الباليتيف كير يعني شنو؟ يعني العناية بالشخص حتى شنو؟ حتى يعني ما ييأس كلش. يعني خلينا نوضحها اكثر، انه شنو يعني؟ اليوم انا شخص جاني وقلت له انت راح تموت، اوكي هل هذا يعني انه عوفه خلاص؟ لا، شويه يعني ادير بالي عليه لحد ما يموت على الاقل. فلازم شنو؟ لازم ادير بالي عليه، يعني عنايه حتى شنو؟ حتى يعني شلون ما كان اطور من وضعه، اوكي احسن من عيشته، تمام. فالميديكال الهيلث يعني عنايه صحيه نسويها الا للبيبل اللي عندهم تيرمينال ايلنس، يعني انه اشخاص عندهم تيرمينال ايلنس يعني مرض نهائي راح يموتهم خلاص، فلازم نعتني بيهم. فشنو اهدافنا؟ لازم اول شيء نخلي اهدافنا بهاي العنايه انه نطور. اوكي شو نطور؟ خلص الشحن. نطور الكواليتي مال حياتهم، يعني جوده حياتهم اوف لايف، يعني حياتهم شوي نطورها. اوكي نطور جوده حياتهم، جوده حياه دول المرضى. اوكي وكذلك نسوي مانجمنت، مانج يعني نعالج الفيزيكال سيمتوم. يعني مثلا اذا هو عنده كانسر اوكي وتظهر له اعراض بسبب هذا الكانسر، فنحسن نعطيه كيمو ثيرابي حتى نخفف من هاي الاعراض ونريحه شويه، زين. وكذلك نسوي مانجمنت المنت للايموشنال سيمتوم، يعني للعواطف والمشاعر مالته كذلك نحلها، لان يعني هو اكيد داخل بحزن. يعني احنا قلنا التيرمينال النس راح تظهر عنده هواي مشاكل، ممكن يدخل بصدمه، ممكن يظل خايف، ممكن ما يصدقك، يمكن هذني كلهم لازم نساعده بيهن. طبعا ايه، فلازم نسوي مانجمنت لهن زين، وندعم البيشنت، سبورت بيشنت تو لايف برودكت برودكتيفلي. يعني شنو برودكتيفلي؟ يعني شنو برودكتيفلي؟ برودكت يعني برودكتيفلي يعني يقصد منتج بشكل انتاجي. يعني شنو؟ يعني افهم المريض هذا اللي هسه وصل مرحله انه قريب يموت، مو اقول له انت من سمعت هذا الخبر لازم تقعد بفراشك وتعتزل الكون وانت تكون غير انتاجي. لا، خليك انتاجي، يعني خلي حياتك انتاجيه، سواء تنتج لنفسك او تنتج لغيرك. يعني حتى مو تعتبر خلص انت سمعت انه انت راح تموت قريبا معناها انت لازم تستسلم وتقعد، لا، حاول يعني تسعى وراء انه انت تعيش كل يوم بشكل منتج. اوكي انتج انتج اي شيء، تمام، سوي اي شيء ممكن تفيد نفسك او تفيد غيرك، تمام. فلازم انه نخلي المريض دائما يكون برودكتيف او برودكتيفلي، زين، يشتغل برودكتيف، حياته تكون منتجه، زين. وكذلك ننطي البيشنت بعض الكنترول، يعني سام كنترول، انه يعني من نريد نعالجه، اوكي من نريد نسوي له مانجمنت للفيزيكال سيمتوم او الايموشنال، يعني ناخذ رايه، نقول له انت شنو رايك؟ ها شو تقول؟ مو هيك احسن؟ يعني ناخذ رايه، مو بكل شيء على الاقل. طبعا هو عواطفه مسيطره عليه، ما نقدر ناخذ يعني رايه بكل شيء ونمشي بكل كلامه والكنترول كله يكون له، بس على الاقل شويه حسسه بانه انت لك قرار شويه، تمام؟ انه نعطيه شويه كنترول. فهسه لهنا تمام صار عندنا شقد؟ 5 نقاط. اول شيء شو نسوي؟ نطور الكواليتي مال حياته، الجوده مال اللايف مالته، ونعزز او نسوي مانجمنت المن للسيمتوم، يعني للاعراض اللي عنده، للمشاكل الجسميه. اوكي اذا عنده مثلا كذا الم بهاي المنطقه لازم نخففه له، تمام، حتى يرتاح ويريد يموت، بس شوي شوي خل نريحه. فنعطيه كيموثيرابي او نسوي له كومبينيشن ويا الراديوثيرابي، الفكره يعني حسب كانسر او حسب المرض اصلا، مو شرط كانسر، زين. وكذلك نسوي مانجمنت المن قلنا الايموشنال، ونساعده نفسيا ونساعد عواطفه، اوكي، ونسوي سبورت له بحيث انه تكون حياته منتجه، وشويه ننطيه من التحكم، شويه نخليه يتحكم بالموضوع، زين. واصلا لازم يعني هم مثلا نوصي اهله انه يعني يعطونه يعني سوشيال سبورت كافي له. اوكي يعني هاي نقطه اضافيه، انه لازم ننطي يعني نخلي اهله، نوصي اهله انه يعطونه سوشيال سبورت بشكل كافي ويدارونه ويعتنون به. اوكي لان العنايه الصحيه شيء، وكذلك الاهل بالبيت هم لهم دور جدا كبير، تمام. وهنا نهايه المحاضره الاولى من هذا السيشن، وشكرا.